السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أحباب، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد، واليوم هو خاص في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز وهدية لمستخدمي نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10. طبعا كتير من الأوقات نحن بعد ما نقوم بتثبيت نظام التشغيل وبنشوف مع المدة الزمنية أن القرص المحلي سي بدأ ياخذ حيز أكبر كمساحة مستخدم من القرص لحتى تصل ربما إلى الذروة يبدأ يتلون معانا باللون الأحمر، رغم أنه نحن ما ثبتنا أي برامج إضافية أو البرامج يلي أساسا عم نثبتها على نظام التشغيل ما بتاخد كل هذا الحيز. فشو المشكلة اللي عمال بتصير وشو الحل؟ كتير من الأوقات عم نضطر أنه نعمل فورمات لجهاز الكمبيوتر لحتى نتخلص من المساحات الزائدة. طيب باختصار، في بعض الملفات الزائدة بتتوضع على نظام التشغيل، منها ملفات بتكون ملفات ارتباط مع مواقع إنترنت، ملفات لفك الضغط عن برامج بتروح إلى التيمب، في كتير من العوامل أو لسلة المحذوفات إلى ما هنالك. بغض النظر ونحن ما بصدد معرفة هذه الملفات، بالعموم كلها ملفات زائدة، كيف ممكن أتخلص منها؟ وهذا هو لب الموضوع بلقائنا اليوم. بداية في عندي خطوات رئيسية، ياريت تتابعوا معي الفيديو حتى النهاية ونبدأ بها خطوة خطوة. الخطوة الأولى، لازم أنا أتوجه أني أنا أنقر باليمين على مفتاح ابدأ وبتوجه إلى الرن يلي عنده نظام التشغيل باللغة العربية، اسم الأمر تشغيل، وببدأ بكتابة في هذا المربع المصطلح التالي باللغة الإنجليزية يلي هو التيمب. لازم كل فترة أنا أفرغ التيمب تماما، بشوف فيه العديد من الملفات. باختصار وبساطة لا تقرأ شيء، اضغط على Ctrl زائد A يعني تحديد الكل، ومن ثم Shift مع Delete ونعطي Yes، نعطي Continue للمتابعة، وفي حال اعترض على بعض الملفات قيد الاستخدام حاليا نعطي Skip لهذه الملفات فقط لا غير، وأقوم بإغلاق النافذة. برجع نفس المبدأ بخطوة تانية، بنقر باليمين نتوجه إلى Run اللي هي تشغيل ونفسها اللي هي التيمب، لكن راح أبدأ بيها وضع إشارة النسبة المئوية، هي Shift مع مفتاح الخمسة بالبداية وShift مع مفتاح الخمسة بالنهاية، يعني أضع إشارة النسبة المئوية ببداية التيمب ونهاية التيمب وأنقر على OK. نفس المبدأ منشوف طلع لي نافذة معينة اللي هي التيمب، أعطي كمان Ctrl زائد A وShift زائد Delete لحتى نتخلص من هذه الملفات، ونعطي كمان Skip للملفات القيد الاستخدام حاليا. هذه الخطوة الأولى التي يرجى يعني كل يومين ثلاث كل أسبوع أنك تفوت وتفرغ التيمب. الأمر الثاني، رح نتوجه إلى جهاز الكمبيوتر والقرص المحلي سي رح ننقر عليه باليمين ونتوجه إلى Properties أو خصائص. في عندي مفتاح اسمه Disk Clean Up أو تنظيف القرص، أنقر عليه لمرة واحدة، بيبدأ بعملية يعني بعض التفحص، وبقوم بتحديد كل هذه الخيارات كلها على العموم بحددها، وبنعطي Clean Up System Files أي تنظيف ملفات النظام التشغيل، بنقر عليها. طبعا هو راح يعمل شوية بحث وعد ومعرفة الحجم ويجمع لي حتى الويندوز أبديت، يجمع لي كل ملفات اللي أنا ماني محتاجة تمام، ويستعرض لي مثل ما أنا شايفين. برجع بحدد مرة تانية على كل هذه الملفات تمام اللي ظهرت الآن، وبنعطي أوكي. ديليت فايل، أنقر عليها مرة واحدة حتى يبدأ بحذف كل هذه الملفات يلي هي أساسا أخذ مساحة بالقرص المحلي سي، ورح ياخد معي الأمر شوية وقت على حسب الملفات وتاريخ نظام التشغيل، إذا كانوا قديم عندك فعندك ملفات كتيرة بتكون بهذا المكان. الأمر الثالث وهو الأهم يا أحباب، أنه نظام التشغيل بيقوم بعملية أخذ نسخ ربما يكون عن صور مصغرة لصوريات أو لما شابه ذلك، بيأخذ نسخة تانية منها أو شيء من هذا القبيل. وقلت لكم في بداية الفيديو بدنا ما نفوت بالتفصيل، الموضوع هي معرفة القيم اللي محتاج أنا أغيرها عشان أنا أخلي نظام التشغيل ما يفرغ شيء ويحذف الأشياء اللي هو محتفظ فيها واللي أنا أساسا ماني محتاجها. نفس المبدأ رح نتوجه إلى مفتاح ابدأ، أنقر باليمين وتوجه إلى رن باللغة الإنجليزية أو تشغيل باللغة العربية، وبنكتب التعبير التالي هو ريجيدايت أو ريجيديت تمام، وأعطي مفتاح الإنتر، أعطي يس. طيب خلني أنا أرجع من البداية لحتى أشرح لكم إياها تماما. في عندي أول ما تفتح إلى هذه القائمة هي Registry Editor، رح نفوت إلى الكي Local Machine، أفتح السهم الموجود وبننزل إلى Software، ومن ثم بننزل إلى المايكروسوفت، رح ندور ضمن مايكروسوفت على مجلد ويندوز، وهذه كلها مرتبة باللغة أو هي أبجديا عفوا مرتبة تمام. أنزل إلى ويندوز ومن ثم بنختار Current فيجن، بنختاره وبنزل بعد المنة إلى حرف الار،
ومندور على ريسيرف مانجر بنقر عليها طبعا في مجلد فرعي فقط لا غير، انا بنقر على المجلد الاصلي وبجي الى هذه القيم. القيمه الاخيره او الخيار الاخير ما منعدل عليه نهائيا يلي ما قبل الاخير بفوت عليه وبغير القيمه من واحد وبجعلها صفر وبنعطي اوكي وبأغلق النافذة وأقوم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر وبنتفحص بعض منا مساحة القرص المحلي سي، رح تشوف أنه هي فرقت معك بشكل ملحوظ وشكل كبير. هذه كانت هي أهم الخطوات الرئيسية للتقليل من المساحات الزائدة اللي أنا ماني محتاج أساسا لهذه الملفات بقرص المحلي سي. ويا ريت لو أنت كل 15-20 يوم تمام ماكس يكون في عندك شهر لمرة واحدة أنك تنفذ الخطوات الثلاثة لحتى تقلل من استخدام القرص المحلي سي أو مساحة القرص المحلي سي للمساحات الزائدة والملفات اللي أنا ماني محتاجة. أتمنى يا رب يكون بهذا اللقاء قدرت أني أقدم لكم الشيء الجديد والجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، ترزوا عني كل خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.